اللاين دوت اقول له لاين ايه لاين 1 بتساوي هيساوي الانبوت 0 ولاين 2 هتساوي انبوت واحد. يبقى انا كده دخلت الاثنين دول. طيب عايز اقول له اللينس، انا عايز اقيس المسافه من هنا لهنا، فاقول له ان لاين ال واحد هتساوي لاين 1 دوت لينس وهكذا لاين 2. لو عايز اكتب القيم فهقول له اكتب لي لاين 1 ولاين 2، اقول له سيف شينج، بيقول لي ان في مشكله. لاين 12 بي ال 2، فلما تيجي هنا هتلاقي الليست بتاعي ده ال 1 وده ال 2. طيب عايز اقول له بقى قاعده اف، اقول له قارني بين الاثنين دول، اقول له اف ال 1 بتساوي ال 2 اكتب لي خلينا نحط هنا ده اللي نكتب فيها اول بوت دوت ابنت هتساوي ال واحد بتساوي ال اتنين. طيب لو هما ما بيساووش لازم نحط إلس. أول بوت أبنت علامة لا تساوي علامة الاستفهام ديت أيه. رن. تعال نبص المخرجات، احنا هنخلي هنا المخرجات مش ال واحد ولا اتنين، لا الاوت بوت. ال واحد لا تساوي ال اتنين، تمام؟ لو هما الاتنين بتساوي هيقول لك ال واحد بيساوي ال اتنين. وممكن تستخدم بدل يساوي ممكن تستخدم العلامه لا تساوي، او تستخدم اكبر او تستخدم اصغر زي ما انت عايز. يعني تقدر تعمل else if لو ال واحد اصغر من ال اتنين يعمل المخرج بتاعه هنعكس العلامة ونقول له رن. بيقول لي في مشكلة، كويس نشوف ايه المشكلة. علامة اليساوي دي احنا شلناها، المفروض اتنين يساوي. وهنا المفروض نحط هنا علامة الايه ان هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ال واحد اصغر من ال اتنين، تمام؟ ده ال واحد اهوت، ده القيم بتاعته اصغر من ال يعني الخط نفسه اصغر من ال اتنين.